يسرى وسلوى اختاروا يقتحموا مهنة تكزارت عن حب واقتناع من بعد ما ورثوها من الأب ديالهم، واليوم كيوجدوا راسهم مهنيين في هذا المجال. سميتي يسرى القدميري، السن ديالي 26 سنة، قريت حتى واحد الكاتريام، دخلت لهذا الدومين هذا عجبني بزاف، دابا شي 10 سنين وأنا فيه، ولكن هذا الدومين هذا ديال الأب ديالي، كيعجبني وحنا عندنا الأب ديالي وجدي كزار وكنا كزارة، والأم ديالي تاهي كانت كزارة، مني كنت صغيرة كنت كنجي لهنايا كنخدم في العطلة وداك الشيء، وكان كيعجبني هذاك الشيء، كنعاون بابا. وتعلمت وعجبتني هذه الحرفه هذه. سلوى بوزوبع، دخلت للدومين هذه تقريبا شي من كانت عندي 10 سنين، تقريبا شي 30 سنه او 34 سنه. كان كنت نجي مع الواليد صغيره، كنت نقرا وتنجي مع الواليد صغيره، فاش كبر وعيا حاولت باش ناخذ هذا الميدان، لان ما كاينش الاخ ديالي اللي قابل هذا الميدان، كنت انا بوحدي انا واختي انا الصغيره، لهذا حاولت باش ناخذ هذا الميدان. بعد سنين من الخبرة، اليوم هاد السيدات المغربيات كيأكدوا أنه المواطن تقبلهم كجزارات وثقتوا فيهم كبيرة، الأمر اللي خلاهم يفتخروا أنهم لجؤوا لهاد الميدان، خصوصا ولا مرة لقوا نفسهم معرضين لأي نوع من الصعوبات والعراقيل. والحمد لله نجحت فيه كامرأة وما لقيت الحمد لله حتى شي صعوبة، لأن بديت فيه من الصغر وأنا بادية فيه، هذاك الشيء علاش ما لقيت حتى شي صعوبة. لا قريت كملت الباك ديالي، خديت الباك ديالي، ومن بعد لان الوالد عيا بزاف ما لقيتش ليه قابل المحل، حاولت نكمل باش المحل ما يبش، لان تبارك الله كان عندنا المحل مشهور وما بغيناش نخليوه يضيع المحل. لا اللهم لك الحمد، الحمد لله الكليان ديالي تيحترموني، مهنه تنبغيها، مهنه شريفه والحمد لله. دابا وليت محترفه وكتعجبني هاد الدومين هذا، والحمد لله زوين وشريف وفي طريف الخبز الحمد لله. الحمد لله ما كاين حتى شي صعوبات، الكليان كيبغيو المراه كيزعموا يشريو من عندها، والحمد لله ما لقيت حتى شي صعوبات، بالعكس كيكونوا تايقين في المراه بزاف، الكليان كيعجبهم الحال يجوا عند المراه وكتعجبهم المراه تخدم تكزارت. هو ما كاينش الفرق غير المراه، سبحان الله العظيم الناس كتكون نقيقيه وداكشي، الناس كيزعموا كيبغيو يجوا عند المراه. يسرى وسلوى عندهم درايه كبيره في التعامل مع الاضحيه، ومع اقتراب عيد الاضحى هما مستعدات باش يخرجوا مثلهم مثل اي جزار ويقوموا بمهمتهم بنجاح. كنعرف نقرد، كنعرف ندير اي حاجه في تكزارت، نعرف نقرد، نعرف نفصل، كل شيء كندير نعرف نبيع الحمد لله. كان لا نهار العيد ما كندبحش بالحق، كنفصل، تنخدم في الاعياد في اي حاجه تنخدم الحمد لله. ما عندنا كليان، عندنا الحانوت مشهوره اللهم لك الحمد، ما عندنا حتى شي، ما لقيت حتى شي صعوبه الحمد لله، لان انا كبرت من هنا كنت صغيره، داكشي علاش ما جاتني صعوبه، لان لا كليان ولا مال المحلات اللي حدانا كانوا تيشوفوني، ما جاتهمش غريبه بان المراه زعما تخدم ولا شي حاجه، كبرت فيها صغيره داكشي علاش ما لقيت حتى شي صعوبه، وجو سوي فيغ دو سيميتي الحمد لله. أما يسرى فما بخلاتش على المواطن المغربي وقدمت بعض النصائح بمناسبة عيد الأضحى. النصيحة اللي غنقول لهم هو خاصهم يقردوا نهار العيد، حيت الصيف دابا ما خاصوش يبات، غيخنز لهم اللحم حيت الصاد هذاك العام الناس خنز لهم اللحم بزاف، كيقولوا من العلف والله أعلم، خاصهم ما يجرحوش نهار كلشي، كوتليت بغوشيت لحم طياب كلشي القديد اللي بغاو معلوم، ما خصهم يخليو منه والو. واخيرا كتبقى سلوى ويسرى سيدات اختاروا يشقوا طريقهم بعيدا عن دراستهم، فاقتحموا ميدان تكزارت بكل جراه امام اي رجل جزار، والجميل ان المجتمع تقبلهم وهما اليوم كيمارسوا مهمتهم بنجاح بدون اي صعوبات.